السلام عليكم. اليوم يوم السبت وعطلة نهاية الأسبوع، يعني محمد ولد عمي أخويا وأنس حنطلع اليوم، بس احنا الشباب البنات حقعدوا في البيت. إيمان ما هتيجي يعني. هلو كات، عشان أنس معايا لازم أخذ العربية كل مكان قهر. هذول بيبيعوا فن واحنا ماشيين كذا بس في الشارع. يلا قوم أنس. أنس شوفوا داير بي ام دبليو كبير هناك، سوي زوم شايفين. حنطلع الدرج هذا كله احنا صايمين كمان. طبعا ما حقدر اتكلم كثير اليوم عشاني صايم عطشان. في دحين زحمة شوية بس بعدين حيكون مرة زحمة. في كثير من الجيش بيساعدوا في الأولمبيات. في كثير مطاعم حلال هنا فوق وتحت. طابور على سامسونج، يمكن في مسابقة. طيب انا اخوي ابراهيم وانس كانوا ماشيين ورانا، ركبنا القطار ما ادري هم فين راحوا. هنا بريطانيا لما توقف فوق الدرج متحرك توقف على اليمين وتمشي على اليسار. حلو النظام هذا مرة. شفت صور بالايباد، حرمة بتصور بالايباد. طيب احنا حنركب هذا بعد شوي. ما تصدقوا دوبنا ركبنا وعلق. شوف كلهم هناك وقف يعني الكيبل، في مشكلة. شوف الاطفال اللي تحت، شوف شوف. اوه والله طاح طاح الوجه. لندن. شوف الحدائق هذه. اوه شوف الزحمة، شوف الطابور، شوف هذا كله طابور تحت. اظن الطابور عشان تذاكر كمان. كمان قاعد يدخل بسرعه. والله ما ينفع نرجع بالكيبل كار بالتلفريك. حننزل دحين ان شاء الله انتم استمتعتم معنا. صح؟ انا بعلم محمد تسوي التصوير. شوف الكرسي قدامها، يعني مشهد طبيعي ممتاز. أنس يلا نجلس. عشان ما تفكر انهم متخلفين هنا، لا هم هذا يعني الصور مؤقت بس بيبنوا شيء ورا. شكرا. هنا في بيبي دوكس. انا سي بيبي دوكس اوفر ذير. اعطي البيبي. انا سي البيبي دوكس. انا سي البيبي دوكس اوفر ذير. يا كان سي البيبي دوكس انس. والله الام ما تعطي العيال على طول تروح تاخذ. ما في كل واحد لحاله. ايوه اي سو انذر وان. سي بيبي دوكس. في سمك كمان تحت البط يبي ياكله. ما ادري شايفين السمك في الكاميرا؟ ما قدر يلحقه خلاص. السمك ياكله. انس بياكله عشان ما يبغى يعطيه البط، شوف بيحاول ياكله كله. سمانكي.
That's a mirror. Look in the mirror. Look in the mirror. Oh no. Is that you? يلا يلا أنس. شوف كيف يتحرك مع الهواء. ولو ما حد يتكلم يعني تسمع الطيور والنباتات والحشرات مرة طبيعة حلو. شوف لقينا هذا المكان فيها كراسي فيها صبورة وأشياء تعليمية هنا يعني حشرات insects مثلا مكتوب هناك. شو يقول can you find these can you find these animals حلو. خوي بيلحق وراه. dragon من عجب الأشياء اللي في لندن يعني كل منطقة تختلف عن الثانية. تروح منطقة تلاقيها يعني كلهم مسلمين ومساجد وزحمة، تروح منطقة ثانية حدائق وطبيعة، تروح منطقة ثانية يعني عنده منطقة يعني تشاينا تاون كلهم صينيين، في منطقة يعني كلهم عرب، منطقة كلها بنغالية وزي كذا، وفي منطقة كلها هنود. يعني لندن عجيب كأنه يعني عدة قرى جنب بعض. يلا نحن نصور. شوف هذول كلهم جالسين هنا ياكلوا. شوف هذه السفينة معروفة كاتي ساك. قبل كم سنة انحرقت ورجعوا بنوها. شوف المدخل حلو. شوفوا كيف النظافة. نظافة وما في ريحة. يلا بصور الحين، امسك الكاميرا. تكلم على منطقة اصور. ايش اقول؟ صور نفسك كمان. من بعيد. ها ترى صور. كل مكان نروحه نلاقي مطعم ناندوز. مرة جيد، طبعا لو جيت بريطانيا لازم تجربه. امس محمد فطرنا هناك، ايش رايك؟ طيب احسن من طازج؟ اكيد. خسارة انس نايم ما حيقدر يلعب في المويه. يطلع من هنا. يطلع من هنا. كنا حنركب بوت الى وسط المدينة بس هذا يقول لي برجع البيت. هذا يقول لي برجع البيت. في ناس صايمين. وانا صايم. خلاص احنا راجعين البيت الحين. ركبنا القطار اخيرا. انبسطنا. صح؟ مرة. يلا. في بعض الناس ما انبسطوا. لا هو انبسط كمان. بنزع. قالوا كيف بدي بيرجع البوت تاكسي؟ بدي بيرجع عليهم. دعوة ما شاء الله، الله يوفقه.